نحن بلال تمكننا من خلق وتطوير محتوى المرحلة المتوسطة على منصة طبشورة بدعم من مالالا فوند وبالشراكة مع جي اي زد ودعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بي ام زد. مثل كل برامج المنصة، فصول الرياضيات والعلوم للتعليم المتوسط مصممة لتقدم محتوى تفاعلي بيشرك الطالب بعملية التعلم. الفصول التعليمية مقسمة لخمسة أقسام. أول قسم هو الآي ستارت أو أنا أبدأ، بيهدف ليجذب انتباه المتعلم من خلال سؤال بينطرح من واقع الحياة أو حقائق علمية، وإذا في معارف سابقة لازم يعرفها التلميذ منذكره فيها بقسم اسمه آي ريكول. القسم الثاني آي ديسكفر أو أنا أكتشف هو القسم الأساسي يلي بيتعلم فيه التلميذ المفاهيم الجديدة. الأسلوب التربوي مبني على منهجية الاكتشاف، وين المعلومة ما بتتقدم بطريقة مباشرة بل عبر مجموعة أنشطة بتحفز المتعلمين أنهم يستعملوا معارفهم السابقة وحدسهم وقدراتهم الإبداعية ومهاراتهم التحليلية بحيث بيكتشفوا المعلومة من بعد ما تنخلق عندهم الحاجة أنهم يعرفوها. بمعظم الأنشطة عملية التعلم مسهلة من خلال الفيدباك يلي منعطي للأجوبة الصحيحة والأجوبة الغلط، لأنه نحن منعتبر أنه الإجابة الخاطئة هي فرصة جيدة للتعلم. ثالث قسم يلي هو I summarize أو أنا ألخص هو القسم يلي بيلاقي فيه المتعلم ملخص لكل شيء تعلمه بمكان واحد، وهذا بيشمل النظريات والتعريفات والرسوم التوضيحية وخرائط المفاهيم أو ما يعرف بالconcept maps. القسم الرابع يلي هو I practice أو أنا أتمرن هو المكان يلي بيحصل فيه المتعلم على فرصة تطبيق كل شيء تعلمه، إن كان من خلال التطبيق المباشر أو من خلال تمارين تتطلب المهارات التحليلية والتفكير النقدي أو الكريتيكال ثينكينج. القسم الخامس والأخير هو I relate. بهذا القسم التلميذ تعلم كل المفاهيم المطلوبة وصار قادر يستعملها تيجاوب على السؤال اللي انطرح بأول الفصل. من المهم ننوه إنه كل قسم من هالأقسام مستقل تماماً عن البقية وكلهم سوا بيعملوا الفصل. من الممكن استخدام الفصل بالترتيب، ولكن كمان ممكن استخدام كل قسم لحاله لأغراض مختلفة مثل مراجعة، واجب منزلي، صف معكوس إلى آخره. بالمختصر، منصة طبشورة هي أداة للأساتذة بتساعدهم بعملية التعليم، وكمان تسمح للطلاب يتعلموا بطريقة ترفيهية وتفاعلية.